مساء الخير. مشهد لا سابق له في تاريخ العلاقة بين الحكومات اللبنانية وحاكمية مصر في المركزي شهده اللبنانيون في خطاب عالي السقف لرئيس الحكومة حسان دياب يتوجه فيه إلى حاكم مصر في لبنان رياض سلامة. غير أن ما سرب عن داخل هذه الجلسة، جلسة مجلس الوزراء وبعدها، أوحى بأن لا إرادة مشتركة بعد لإقالة سلامة، رغم ما تضمنته كلمة دياب من تحميل المسؤولية لسلامة عن ارتكابات وضبابية المشهد المالي الحالي. ماذا في حقيقة المشهد؟ ما هو موقف الأحزاب في الحكومة وخارجها؟ تحديدا موقف حزب الله الذي يترقب مشهد داخلي عاصف عبر عنه هجوم رئيس حزب تقدمي وليد جنبلاط في حديث إلى قناة سعودية، ومشهد خارجي عاصف بدأ بالحديث عن محتوى جولة السفيرة الأمريكية بانتظار موعد صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. غدا جلسة لمجلس الوزراء وعليها بنود هامة جدا، تحديد الحسابات التي أجريت منها التحويلات المالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها، اتخاذ تدابير آنية لمكافحة الفساد واسترداد التحويلات من الخارج. اليوم ضيفي في هذه الفقرة رح نبقى سوا بعد الأخبار مدة ساعة من الوقت، الخبير الاقتصادي دكتور حسن مقلد. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور. أنت ضيف دائم عنا، ولكن هذه الحلقة تحديدا هي مميزة بمضمونها لجهة أنه هي عم تتبع أحداث كتير صاخبة شهدناها بالأيام الماضية، وأنت صار لك تقريبا حوالي 10 أيام أو 12 يوم صائم عن الكلام من وقت ما حكينا عن تعيينات النواب حاكم مصر في لبنان والخطة الاقتصادية. اليوم كله عم يرجع يتجدد، بدي أسمع منك قراءة لما حدث. ما رأيك في خطاب رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الشهيرة في بعبدة وهجومه، إذا ما بدي أسمي هجومه، والخطاب العالي السقف يعني تجاه رياض سلامة؟ شوفي، بالبداية بدي أقول أنه نعمل خطوتين وراء بعضهم، وحدة تعيينات مقترحة لمناصب مالية مهمة جدا. أنا اعتبرت أنه التعيينات اللي كانت مطروحة بالطريقة اللي كانت مطروحة فيها ما بتحمل يعني الآمال اللي معقودة على هيك تغيير حاصل. عفوا. ولهذا السبب اعتبرت يعني وقلت علنا أنه للأسف الشديد إذا البعض اللي فيها من حيث الولاءات والارتباطات الخارجية ما بيفرقوا عن الناس اللي قبلهم واللي سموا ودائع عند بعض الدول. واعتبرت أنه إذا في كفاءات بالتعيينات مش بمجال الاختصاصات تبعيتها. صح. فلهذا السبب يعني اعتبرت انه كانت التعيينات ضعسة ناقصة لاقتراح التعيينات، بغض النظر بعدين شو صار في تدخلات من الامريكان بالتحديد وتهويل وتهديد والى اخره. بس كل واحد عم بيشوفها من زاوية معينة. عم بحكي هيك لمهد للحديث يعني. النقطة الثانية، ما سمي ورقة اقتصادية بالبداية، بعدين صغرت لتصير ورقة مالية نقدية، بعدين خلصت لتصير بيان للدائنين. أنا اعتبرت أنه ما بتستاهل شهرين وشركة لازار، وما بتستاهل 39 خبير، كانت بتنعمل عن أبو قريبه وبتقطع القصة، وخاصة أنه فصلنا فيها كتير. طبعا خلال هذه المرحلة اللي كان عم يصير فيها نقاش صار في كتير آراء وكتير هيك، بعتقد خلصت الخبرية أنها هي مجموعة أفكار للنقاش، واليوم رجعوا يفكروا فيها بطريقة تانية. عم بحكي عن هالخطوتين لأقول أنه أول شيء يعني عقلنا وقلبنا مع هاي الحكومة حتى لمن ما يكون يعني في أي التباسات. اثنين، شريحة كبيرة من اللبنانيين تعاطت مع هذه الحكومة وكأنما لحظة مفصلية بتشبه إذا بدك يعني بداية عهد الرئيس ميشيل عون وما كان مؤمل ومنتظر من إجراءات يعملها. يعني الناس راهنت كتير وحطت أمال بهذا المجال، ومش عم اقول لا، عم اقول يعني بعد الامال، بس عم بحكي انه الناس كيف عم تلقطها. فاذا كان هيك، كان سواء التعيينات، مفترض المعايير والمقاييس تيجي مختلفه عن الشيء شهدناه كل الفترات الماضيه، ومفترض بالمقاربه الاقتصاديه بالتحديد بالورقه المطروحه تيجي مقاربه مختلفه. وحكينا وقتها وقلنا انه لتاريخ الورقه كان عندنا يعني من الحكومه نقطتين. كان عندنا بيان الوزاري اللي أنا بالمجال المالي والاقتصادي بعتبره بيان بيشبه بيان الحكومات الماضية، وأصلا علنا تبنوا
ورقة الرئيس سعد الحريري اللي هو قال إنه ورقته، وتبنوا كل الإجراءات اللي كان بده إياها وعطوا تغطية للسياسات القديمة كبيان. بس مش كممارسة ولا كمان كممارسة؟ أنا بعدني عم بحكي كبيان. أول خطوة إذا بدي ألجأ للخطوة الثانية، أنا بقول بعز هالأزمة إحنا عم نعيشها اللي انفجرت من 6 شهور لليوم، لا الحكومة السابقة عملت إجراءات أو توجهات، ولا الحكومة الحالية بعدها عملت إجراءات. لهلا عم نحكي في عنا نهار بكرة، لأنه نهار بكرة مفصل مهم كتير، وبدو واحد يعني كمان يحكي عنه ويتأمل. لهي الاعتبارات أنا برجع بقلك، إذا هيدا اللحظة هي مفصلية ومؤمل عليها كتير، لازم الواحد ما يفتح صراعات إلا الصراعات اللي بيفوز فيها، ولا يعمل صراعات ولا يفتح يعني معارك. لازم يكون عنده تصور واضح ومقاربة واضحة مطروحة، واللي بيعارض له مقاربته أو بيعرقل له إياها ساعتها بيفتح معه معركة. أنا بكلمتين بقلك، لحد اليوم تصور الحكومة بهذا المجال، أنا كمتابع قد ما يعني بقدر تابع وقد ما بعرف، لليوم ما بقدر أعرف شو التوجه الاقتصادي والمالي للحكومة لليوم. النقطة الثانية غير التوجه البعيد، طب في إدارة أزمة يومية، بإدارة الأزمة اليومية اللي بنعمل عشرات الإجراءات بكل المجالات، بكل هالإجراءات بعدنا عم نشوف أنه في ارتباك، بعدنا عم نشوف على القليل ما في مبادرة، ما في إجراءات عم بتصير. أنا بالنسبة لي بقول لك أنه مع التغير الاقتصادي والمالي اللي مفترض يصير، حكما لازم يكون في تغير نقدي، هذه محسومة. الحال اليوم في حقبة انتهت من تاريخ لبنان، هذه الحقبة الشيء الطبيعي تنتهي مع سياساتها ومع رموزها ومع كل شيء، ولكن ما بتنهيها بهذه الطريقة قبل ما تبلوري اتجاهات جديدة واضحة. أوكي. والنقطة الأساسية اللي بدي وصلك عليها، قصدك في حقبة عم تنتهي ولكن ما بتنهيها بهالطريقة، قصدك السياسات السابقة يلي كان شريك فيها حاكم مصرف لبنان مع الطبقة السياسية اللي حكمت لبنان من 30 سنة لليوم. شوفي، الطبقة السياسية اللي حكمت لبنان من 30 سنة هي الطبقة السياسية الحالية اللي بعدها موجودة. صح. حتى لما ما نضيع. مع إضافات. مع إضافات ومع توزع بالنسب مختلف، يعني كمان تكون في ناس أصحاب القضية لهم 70% بلكي 60%، في ناس لهم 10%، ولكن التوزع يعني لواحد يكون موضوعي ويضلوا يعني يطلع بالمراية ويحترم حاله. القائمين الأساسيين على الطبقة السياسية شاركوا أو من أول الركب أو من تلته أو من نصه أو من آخره، ولكن الجميع بأسهامات معينة لا اعتبارات معينة، ما قلبوا الطاولة، ما غيروا كفوا. هذه السياسات من 30 سنة هي سياسات بالأساس موروثة مما قبل هذه السياسات. صار في حرب أهلية بالبلد، تغيرت الدنيا حوالينا، ما حدا غير، بالعكس كفوا فيها. ولكن هذه سياسات من وقت تأسيس الكيان هي قائمة. ولكن بعد اتفاق الطائف ومجيء الرئيس رفيق الحريري مشيت بهذا الاتجاه اللي هي ماشي فيه. طبعاً أقول الفكرة بس. اليوم ما بيجوز هذه الحكومة اللي مأمل عليها لقد تفتح معركة خاسرة، ما بيجوز، يعني ما بيجوز اليوم تفتح معركة. أنا بقول لك بكل بساطة اللي قاله الرئيس حسان دياب عن المصرف المركزي وعن حاكمه، مفترض هيدا يقوله أو بنهاية التحقيق، أو إذا قاله لازم ينقال حاكم المصرف المركزي فوراً أو يفوت على الحبس. بس ما بيجوز أنه هذا الحكي كله ينقال وبعدين الآن رح نجيب شركة للدقق بالأرقام ولا نشوف الأرقام، وبعدين يبين أنه في توازن داخلي ما بيسمح بهيك إجراءات وخارجي ما بيسمح بهيك إجراءات. هذا بيعني بكل بساطة أنه نحن مفترض ما نكون عم نعمل ردات فعل، لازم تكون نعمل مبادرات وفعل حقيقي، خاصة أنه بالأيام العادية هذا الانقسام بيورط البلد بمشاكل إلى علاقة استثنائية بالعملة وبالوضع. فكيف فيها. إذا نحن بعز دين انهيار لحد اللحظة بعد ما حدا عم بيقاربه بمسؤولية أو بجدية أو بوتيرة سريعة؟ تعتبر اللي قاله حسان دياب ردود فعل؟ تعتبر اللي قاله حكي أول شيء من بعبده، حكي من بعد جلسة مجلس وزراء يترأسها رئيس الجمهورية ميشيل عون، يقال الأخبار اللي طلعت أنه الرئيس فتح الموضوع، ما طرح الموضوع على تصويت، ولكنه فتح الموضوع أنه شو رأيكم بشو بدنا نعمل، أو بموضوع يعني أنا بدك تأكد لي بموضوع حاكم مصرف رياض سلامة. طلع الرئيس حسان دياب من بعد ما كان في مداخلات من الوزراء، تحديدا الوزير غازي وزني يلي عرض تداعيات إقالة رياض سلامة.
طلع حسان دياب حكي هذا البيان، هل تعتبره ردة فعل؟ شوفي بسألك ردة فعل، عم بقصد شو عم بحكي؟ ايه انا بسأل، اجت حكومة جديدة، هاي الحكومة الجديدة عليها امال كبرى، جاية مع شعارات تغييرية، جاي عم بتقول انا اخذت قرار بتاريخ لبنان لاول مرة، اعلنت البلد متوقف عن الدفع، صح، وقررت انه هيدا الكمية المال اصرفها بالداخل مش بالخارج، رغم انه انا هون عندك قلت انه هيدا احسن قرار بتاريخ لبنان، ولكن اسوأ اخراج واكبر حال. دليل لانه كان لازم اذا ما كنا حاضرين له نلعب على تأجيله من دون ما ندفع، وكان عندنا خيارات متعددة، أما إذا أخذناه كان لازم فورا معه نحط خطة واضحة وإجراءات واضحة لنقول للعالم نحن هيك مش نوقع اليوم بهذا التعثر اللي فيه. إذا بس تيجي الحكومة تاخذ هيك مبادرات، ما بتقدر الحكومة تقول يعني يطلع رئيس الحكومة يعني ويشكي أنه أنا مش عم يتعاونوا معي بمسألة كذا وكذا وكذا، هذا رئيس السلطة التنفيذية، هذا الزلم اللي هو وحكومته. بس ما شوفي، انا رح ارجع لك شغله اساسيه، انا اليوم مش عم حاكم، يعني ما بسمح لحالي حاكم، بس مش عم قيم من هيدي اللحظه، انا عم قيم قبلها، يعني انا عم بقول لك من اول استلام الحكومه مع كل الدعم والامال عليها والامكانات والظروف الاستثنائيه عليها بالمبادره، انا قلت بعد شهرين قدمت ورقه، هيدي الورقه جوهرها تأبيد وتكريس لكل السياسات اللي عمرها 30 سنة بغض النظر شو شكلها معمول. النقطة الثانية الأساسية اللي فيها، أنا عن جد كمراقب هلا ما بعرف شو اختلفين، ما كلهم بدهم صندوق النقد، ورقة لازار بدها صندوق النقد، رئيس الحكومة امبارح قال مرتين بده يروح على برنامج صندوق النقد، ما الجهات الثانية اللي مقابله من الحريري لجنبلاط لرياض سلامة للكل بدهم كمان يروحوا على صندوق النقد، على شو مختلفين؟ يعني لهذا السبب انا اللي عم حاول اقول لك اياه، انه التمايز الفعلي اللي عم سميه فعل وردة فعل، اذا هذه الحكومه جايه مع كل هالتغيير اللي بدها تعمله لازم تبادر. مش اتفقنا كلنا سوا من 3.5 سنين مع مجيء الرئيس ميشيل عون للسلطه الرئاسيه انه العنوان الاساسي الانتاج هو محل الريع؟ نعم. يعني اتفقنا المقاربه الاقتصاديه هي الاساس، مش المقاربه لا الماليه ولا النقديه. انا بحب اقول لك يعني اكثر ملاحظه، بعدنا عم نشتغل بعقل المحاسب، مش عم نشتغل بعقل الاقتصادي ولا بعقل اللي بيعمل إدارة مالية. نحن اليوم كل شيء عم نواجهه عم نيجي نقول جيبوا محاسبين يعملوا الحسابات. الحسابات كيف ما برمت كيف ما برمت، جزء الأكبر منها معروف وجزء الأكبر منها بيتطلع، بس المهم اليوم المبادرة بالاقتصاد بالإدارة المالية وبالإدارة النقدية اللي هي لا تزال حتى الساعة عم تقول أنا مفقودة. مش انا اذا حدا بيشوفها وبدلني عليها اكون عم بتقول انه على شو مختلفين طالما كلهم متفقين على صندوق النقد باستثناء حزب الله لحد هلا؟ يعني هلا بنحكي بحزب إيه؟ الله لا بس عم بقول بمعنى انه بعده ما وافق على صندوق النقد حسب معلوماتي، لانه بفتره معينه ظهر يعني مواقف بدت انه لين تجاه التعامل مع صندوق النقد، بس بحسب اي برنامج هو يعني طبعا هو في برنامج واحد، هو كل تعاون مع صندوق النقد هو قائم اليوم، مش انه مش قائم، ما حدا عم بقول ما تحكم مع صندوق النقد، صندوق النقد موجود وفي تعاون، بتجي بعثه منه كل سنه من 30 سنه بتقدم تقريره، نحن اليوم ما بعرف ليش بالكورونا بعد ما رحنا عند صندوقنا وطلبنا مساعدات، هيدا موضوع مختلف. نعم. بس نحكي بالبرنامج، يعني نحكي ببرنامج هيكلي لقلنا، يعني هيدا البرنامج كل الاقتصاديين بيعرفوا، يعني مصطلح متفق عليه. البرنامج هو اللي بيجي اللي بيقلك انه بده القطاع العام ينزل، بده تحرير الليرة، بده بيع قطاع اصول القطاع العام، بده تخفيض الجيش، يعني هذا البرنامج اللي هو مثل يعني روشتة كاملة لكل هيك، هذا اللي نحكي فيه البرنامج. تحت هالبرنامج في كتير اشكال للتعاون. نعم. بس نحن اليوم اللي مقصود واللي عم ينشغل عليه هو البرنامج بهالمعنى. انا حسب ما سمعت اخر تصريح رسمي لحزب الله يرفضه. اعلن الشيخ نعيم قاسم. نعم. بحديث بالمنار مع الزميلة منار صباغ كان عم بيقول الشيخ نعيم حط ملاحظاته على الورقة وقال حزب الله عنده رؤية رح يطرحها بالقريب العاجل، بس ما بده يطرحها بالبداية حتى اللي ما يقال انه صادر، وقال نحن منفتحين على كل اشكال التعاون شرط انه هذا التعاون ما يحط شروط علينا هي كذا وكذا وكذا. طيب كنت عم تلاقي مش عارف على هلأ بنرجع نحكي بالخطة الاقتصادية،
انه كلهم متفقين على صندوق النقد. انا راح اذكر لك بس شوي هيك سريعا بلا ما نرجع نكرر. الرئيس حسن دياب حمل رياض سلامه تدهور سعر صرف الليره واتهمه انه اما عاجز او معطل او محرض في هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العمله. حكي عن 5.7 مليار دولار بكانون وبشباط تم تسجيلهم تحويلات. حكي عن يعني فجوة بالأداء، طلبوا بالتدقيق بحساباته، طلبوا أنه يكشف للبنانيين وين راحت المصريات. خلينا أرجع لتقرير الفاينانشال تايمز على ما أعتقد بيقولوا في 800 مليار دولار بلبنان وصلوا على لبنان، ضاعوا بلبنان، في 80 مليار منهم دين عام. 800 مليار رقم مش مضبوط. هذا رقم أكيد مش مضبوط. مش عم بحكي هلا، بحكي من سنين كلها. لا طبعاً كله. عم بحكي عن سنين كلها. لا في 320 مليار. هذا دراسة البنك الدولي مع الدراسات المحلية. نعم. طبعاً رقم ضخم جداً، مش رقم عادي. بس لو مش 800. مش 800 بس لا تصحيح. طيب هول على هالقد مختلفين. يا يعني سيد جوزيفين. مش بس يا على صندوق النقد. مختلفين على أداء، مختلفين على فجوة. أنا محاول أقول لك شغلي، عم حاول أقول لك إنه في قضايا إذا طرحتيها اليوم. بالدين كل الطبقة السياسية ما أكيد هذا أكيد كلهم شركة. أنا عم حاول روح من أي موضوع تفصيلي للموضوع الأكبر لسبب بسيط. شفتي لو الرئيس حسان دياب طلع بعد هذا المؤتمر وقال أقلنا رياض سلامة، كنت بناقش معك بكل التفاصيل وبدك نحكي لغة يعني بتطرب الناس. فينا هلأ نفتح يعني مناشر بكل شيء بما فيها بالمصرف المركزي من دون أي إشكال. بس إذا واحد بده يحكي عن جد أنه نحن بإنهيار وكيف واحد بمسؤولية بده يتعاطى، عم حاول أهرب من بعض القضايا لأقول أنه المسؤولية بتقتضي أنه أنا أقدم طرح تصور مقاربة رؤية خطة إجراءات وأقول أنا الحكومي أنا المسؤول، هاي إجراءاتي. نعم. وعلى الكل وضمن القانون أن يتعاطوا مع إجراءاتي، وكل واحد بده يعرقل أو كل واحد مرتكب محله مش بيكون بمكتبه. نعم. محله بيكون بالمحكمة، المحكمة بتقرر تعمله بالحبس. هل تستطيع الحكومة برأيك؟ بس لك أفلك الفكرة تقدر تعمل هيك الحكومة؟ أنت عم بتقول أنه هذا خطاب شعبي. تقدر اليوم الحكومة ترفع الغطاء عن رياض سلامة؟ أنا عم أقول إذا عامل كل هول وهن عندهم المستندات، لشو عم نجيب شركة تدقيق دولي؟ طلعوا المستندات وأكيد لازم بتقدر، وإذا ما بتقدر نحن بأزمة وطنية طويلة كارثة. تخيلي هيك. بس أنا بالمقابل بقول لك ما هو وين دور المسؤول عن جد؟ نعم. ما المسؤول مش عم بحكي بس عن رئيس حسن دياب، عم بحكي بشكل عام. نعم. يعني فكرة المسؤول، إذا أنا اليوم ما بقدر أعمل هيدي المعركة بحط أولوياتي شو بدي أعمل. يعني أنا مثلا بقول لك كل بساطة، الرئيس حسن دياب طلع بعد مجلس الوزراء حكى بقضيتين، بقضية هول فجوات والارتكابات وإلى آخره، وقال أنا عمل شركة، وحكى باقتراحات بده يعملها وبالأموال المهربة. الأموال المهربة أنا بعتقد إذا نحط الضغط الحقيقي فيها في نعمل فيها شيء كتير كبير. وهذا الشيء الكتير كبير هو بيكون مدخل لإعادة تصويب كل السياسة النقدية والمالية، وساعتها ما بينسجم مع هيدا التصويب مش بروح على بيته، بروح على الحبس. بس بتكون عملنا إجراء قادرين نعمله. أما إذا حطينا هيدا السقف قدامنا اللي نحن بنعرف أول شيء على مستوى الحكومة ما بيقطع، وأكبر دليل إنه ما قطع بجس النبض ما قطع. إذا على مستوى البلد ما بيقطع، أنا مش عم دافع ليش ما بيقطع، عم وصف. نعم. إذا هيدا دوليا نحن ما قدرنا نعمل تعيينات. أنت عم توصف بس أنا بدي إياك تقلنا ليش ما بيقطع. يعني انت معروف ليش ولا معروف ليش اول شيء صحيح انه كل القوى السياسيه لا تريد اقاله رياض سلامه لانه الجميع يعرف انه رياض سلامه عنده اسرار كل القوى السياسيه، يمكن يكون عامل من العوامل هذا. لا انا بقول لك هذا واحد من العوامل. هل صحيح انه في مرجعيه دينيه طلعت دافعت عن رياض سلامه لانها استفادت من تحويلات الى خارج لبنان قام بها رياض سلامه لصالح هذه المرجعيه الدينيه الكبرى؟ بدنا أجوبة. لا ما شوفي، أسهل شغلة عن جد واحد يقول أجوبة ويحط كلام، وأصعب شغلة يحكي الواحد شو بدنا نعمل على بكرة وشو بنعمل بسوق النقد. يعني كمان بدي لك شغلة، أنا بدي أفترض بلكي هاي المرجعية استفادت من هذا الموضوع، بلكي وبلكي ما استفادت، عندك شك لاعتبارات طائفية ومذهبية، أي واحد بينهجم عليه مرجعيته الدينية بتحميه؟ عندك شك؟
ما كلهم مرقوا على البلد، كلهم دون استثناء. ليش المفتي قال هذيك المره؟ رياض سلامه تحديدا عابر للطوائف. رياض سلامه تحديدا عابر للطوائف، يعني فؤاد السنيوره طلع دفاع. كنت فعلا بدي يعني. بس بدي كفي الحديث. تفضل. بس لقلك الفكره الجوهريه اللي عم حاول اقول لك اياها، انه اليوم انت مطالبه تعملي شيء بالاداره اليوميه. نعم. اذا هول ارتكابات قائمه وانت بتعرفي انه ما فيك ليهون، ضعف كتير قدام الحكومة وقدام مشروع الإصلاح، أنه تبين عاجزة. أنه تبين عاجزة، ضعف كتير. عم بتقولي لي ليش؟ كنت عم أقول لك ليش. عم لك أول شيء في اعتبارات الطائفية اللي موجودة. نعم. في اعتبارات تكوين الحكومة. أنت اليوم مصدق أنه الحكومة بتكوينها هي من سجمة ومتفقة على كل هاي الخطوات؟ وأكبر دليل حديث الرئيس نبيه بري اللي قاله امبارح لجريدة النهار. نعم. مش هيك؟ صح. طيب أنا بدي أروح أبعد من هيك، ليش في ناس حتى لو قبلانين مثل ما قال الوزير سليمان الفرنجي ببيانه، لو قبلانين يشيل رياض سلامة، ليش متفقين على البديل؟ يعني موضوع الحاكم بالبلد. نعم. إنه هذا موضوع هيك بيقطع، إنه اليوم الأسماء المطروحة مع كل احترامي لكل الأسماء المطروحة ملاقي إجماع محلي يعني عليها؟ القوى السياسية اليوم ما عندها نقزة عن صح ولا عن خطأ، ما عندها نقزة إنه اليوم إذا إجا مرشح معين أقرب لرئيس الجمهورية أو الوزير جبران باسيل رح يعمل لها نقزة بهذا الموضوع من أقرب الناس لأبعد الناس. إذا كل هول عوامل ما شفناهم، روحي على العامل الخارجي. ليش اليوم يعني الأمريكان بهالبساطة موقع حاكم مصرف لبنان من أول ما أنشئ المصرف المركزي لليوم، وبالتحديد اليوم بهيك أزمة بيتعاطوا معه كأنه هن يعني كاريتاس؟ بيّن هذا الشيء بجولة السفير الأمريكي، حكما بيّن قبله وبعده، بيّن بالعقوبات وبيّن بمليون شغلة. الفرنساوية نفس الشيء. هول عناصر إذا واحد بيزينهم بصير يعرف كيف يقارب الموضوع، بيوصل لنفس النتيجة اللي بده إياها. نعم. بس ما بيوقع بهول. هلأ أنا بدي لك شغلي، كل هالنقاش اللي هلأ قطعناه ربع ساعة نحن ونحكي بهذا الموضوع. برأيك العالم على بكرة الصبح 4000 و5000 ليرة دولار، هيدا إذا حديث على التلفزيون بيناتنا هيك، كيف إذا مسؤولية حكومة؟ كيف إذا مسؤولية بلد ودولة؟ كيف إذا حكومة ورتاني كل هالورتتون؟ هل أثر هذا الاشتباك السياسي على سعر صرف الدولار؟ أكيد حكما بيأثر. طب من يتحمل سعر صرف الدولار؟ بنية حسنة. نعم. وبنية سيئة، يعني بتنام بيأثر. يعني إذا حدا ما قرر ما يتدخل بيأثر، وإذا حدا قرر يتدخل ليفاقمه أكثر بيأثر. بالأيام العادية أي اشتباك سياسي، أي حدث سياسي بهز الوضع النقدي، وبالتحديد أي حدث له علاقة بالأداة النقدية بمصرف لبنان. نعم. فكيف اليوم ببلد وقف على كف عفريت متعسر عن دفع هول اللي عم قلك يون، صدقيني هم مهمين يعني، هول مهمين بأي معنى؟ أوكي. بمعنى أنه أنا بس قلك لو البلد مش أعلن تعسره عن الدفع شيء، وإذا أعلن تعسره عن دفع. نعم. هول مهمين بالمفاوضات مع جماعة اليوروبوند. إذا نحن بكرة بدنا نروح نفاوض وعم نقول مصرفنا المركزي مسوس متخطخ ما عنده حسابات وما عنده أرقام، هول لهم انعكاسات كبيرة على هذا القرار اللي عم نحكيه. ساعتها كان لازم يعملوا يعينوا حاكم بيلاقي ثقة بيقدروا يعني يقدموه للمجتمع الدولي للمجتمع المحلي أفضل بمئة مرة من كل الكلام اللي نقال. جوهر القضية نحن مرقنا بتجارب بهذا البلد كانت تجارب إصلاحية أجهضناها ورجعوا بعض الناس على حصان أبيض لأنه أو وقتنا المعركة غلط أو فتحنا معارك بزواريب ما كنا قادرين نفتحها. عم نحاول نتعلم من تجارب، وبالتحديد من تجربة 98. هاي تجربة مثل قدامنا قدام عيوننا ما في الواحد ما يشوفها. أنا صدقين اللي عم بحكيه من حرصي على الحكومة وعلى تجربة الرئيس حسان دياب، مش عم بحكي من أي حرص تاني. بس لليوم هيدا التخبط اللي عم نوقع فيه هيدا عم يسلم وراء ويعطي وراء للأ آخرين بشكل مجاني. طيب بدي هلأ اللي عم يسمعونا صار لهم كذا نهار عم يسمعوا بإقالة رياض سلامة واحتمال إقالته وظروف إقالته وظروف تداعيات إقالته، ويبدو حتى الساعة أنه ما في مجال لإقالته للأسباب اللي صرنا من أول الحلقة عم نقولها. بدي تعال أوصل لسعر صرف الدولار. في شيء كثير أساسي بالبلد، من يتحمل سعر صرف الدولار؟ نحن كل الفترة الماضية كان رياض سلامة هذه الأيقونة يلي كان يقول للبنانيين أنا ضمان الليرة. أوكي؟ هلأ اليوم صارت الليرة اليوم يمكن 4600، ما بعرف، ويمكن بكرة 5000. أول شيء شو هو الخط الأحمر؟ في خط أحمر ولا ما في خط أحمر؟ لأنه الناس عم يسمعوا 10000 15. أنا ما بدي خوف. نحن نرجع بعد شوي نحكي بالأرقام، مش هيك؟ الخمسة سبعة والأول. ايه. بس لأنه سألتيني ايه. سؤال هو الأرقام رح نحكي عنه. مين بيحط حد للليرة ومين مسؤول عن ضبط سعر صرف الليرة؟ شوفي بالثلاثين سنة اللي مرقوا أسوأ شغلة
بتثبيت سعر صرف الليرة، إن الليرة ارتبطت بسياسة نقدية وارتبطت بتمويل العجز، ما ارتبطت بالإنتاج وبالاقتصاد. هيدا أسوأ شيء صار. نعم. وهيدا مرق بمحطات كان كارثة على البلد، ومرق بمحطات ما قلنا جميلة فيها نتيجة عوامل خارجية أو ظروف داخلية مؤقتة كان ممكن نستفيد منها لكل خسارات نمحيها ونعمل شيء لقدام. فالمسؤول عن تثبيت سعر الليرة أول شيء لليوم نحن ما بنعرف مين أخذ قرار يثبت سعر الصرف وعلى أي مستوى لليوم. إذا في شيء حدا بلبنان بيعرف بأي اجتماع لمجلس الوزراء بأي اجتماع مغلق أخذ قرارنا 1500 مش 1000 ولا 2000 يخبرنا. يعني أنا على القليلة من المواكبين يوميا من بيان الشيخ ميشيل خوري الشهير اللي أعلن فيه انسحابه من سوق النقد وطارت الليرة لا مجيء الحاكم رياض سلامي لكل شيء. إذا حدا بيعرف وفي أي معايير أخذ القرار إذا بيخبرنا بتكون شغلي مفيدة. هيدا واحد. اثنين، تثبيت سعر الصرف بالطريقة اللي ثبت فيها كان بتمويل بالعجز بالدين. يعني صح. هيدا هلأ هيدا كان بده شطارة كيف واحد بيركبه وبيعمله، ايه بلكي كان بده شطاره بس كلفته كلفته كانت شريه وقت طبعا. وما حدا وهلا نحن عم ندفعها ايه حكما بس هيدي شريه الوقت هيدي شريه الوقت. وهيدا اللي قاله الوزير جبران باسيل بمقابلته مع الجديد بالدقه. قال انه في سياسه اقتصاديه مسؤوله عنها الحكومات وسياسه ماليه مسؤوله عنها الحكومات صح. وفي سياسه نقديه مسؤول عنها مصرف لبنان صح. ولكن مش من راسه. هاي السياسه النقديه الحكومة لازم يعني. تكون بخدمه السياسه الماليه والسياسه الاقتصاديه. يعني هن كانوا غايبين بالفتره السابقه ابدا. الاقتصاد تدمر نعم. ما في سياسه ماليه، صار البلد كله سوا واقف على سياسه نقديه وهيدي ظاهره لا صحيه ولا سليمه وهلا عم تدفع حقها. وهيدي صرنا 4 سنين بنقول انه وصلت الامور مع الهندسة المالية بال 2016 وصلت لخواتيمها لنهايتها. استفيدوا من اللحظة لأنه وقتها بس كان معه 41 مليار دولار احتياط بالمصرف المركزي، ولو كانوا هلأ من ضمن الاحتياطات على القليل كان 20 مليار صافي لإله، لو استخدموا بالاقتصاد أو بالمال ما كنا وصلنا لهون. وبرضو اليوم رغم كل شيء موجود إذا اليوم بينحط خطة جدية لإدارة هذه الأزمة والانطلاق منها ما منكون محتاجين لا صندوق النقد ولا غيره. هيدي انتهت خلصت صارت ورانا. اليوم أنا برجع بقولك إذا بدنا نرجع نحكي بس بسياسة نقدية مش عم نرجع بس نشتري وقت، عم نشتري وقت نحن وعم ننهار نحن وعم نموت. لازم هيدي السياسة اليوم تكون جزء من سياسة مالية ومن سياسة اقتصادية مسؤوليتها مثلثة. مصرف لبنان برغي فيها شقفة فيها ضابط إيقاع معين فيها بس الأوسع منه السياسة المالية والأوسع منه السياسة الاقتصادية. ما بقى في يكون هو لوحده السياسة النقدية خلص ولا كان لازم ولا كان طبيعي ولا كان صحي. هلا الناس عم تسأل في سقف يا دكتور حسن؟ في سقف إذا بينعمل اليوم المعاشات صارت تلت وربع، في سقف للدولار؟ كل صريخنا من أول يوم انفجرت الأزمة أنه اليوم في ناس فيهم يقتلوا بعضهم يدبحوا بعضهم يتخانقوا مع بعضهم، وبلكي في ناس بيقعدوا مثل العالم بيفكروا بشوية إجراءات بتنعمل. أوكي. للأسف الشديد ما في في إجراءات أكيد بس ما ملتقى ناس فاضيين غير المعارك هذه يقعدوا يفكروا بإجراءات. وأكبر دليل أنه أخذت معنا شهرين لنفكر كيف نحكي مع الدائنين شهرين. وأكبر دليل أنه حتى المصرف المركزي من أول يوم من قبل ما تبجي القصة أكيد كان في عنده إجراءات في يعملها ما عملها كان لازم يعملها. وأكيد المصارف يوم اللي سكرت هالتسكيرة اللي مش مفهومة ليش سكرتها كانت كمان عليها 100,000 علامة استفهام وما كان لازم يسكروا. ما صار شيء. مش اليوم رغم كل الوضع الصعب اليوم في الأطراف المعنية لازم تقعد على الطاولة وتقول شو التدابير اليومية لازم ناخدها. في تدابير بتنعمل. أوكي. اليوم عم تقول ما في إجراءات لحد هلأ. ما أخذوا إجراءات إيه ما هيك قصدي ما أخذوا إجراءات. طب اليوم في تعميم صدر عن كمان حكم مصرف لبنان قال في حدد في إنه الدولار يعني قبل عند الشركات المالية حددوا ب 3,600 و800 هلأ بالبنك عم بيكون 2,600. اليوم حدد عند الصيارفة المشكلة هل سيلتزمون؟ مين بيلتزم مين لا؟
مين الضابط؟ مين ضابط الإيقاع؟ شوفي، قبل مصرف لبنان لازم يكون هو ضابط الإيقاع، بس مصرف لبنان مش فاتح دكاني على حسابه. يعني مصرف لبنان جزء من تركيب الدولة، الدولة كمان شو بدها تعمل؟ بس عليه مسؤولية، أكيد عليه مسؤولية، مش للنقاش الخبرية. طب لماذا لا يقوم بها؟ تجاه الصيارفي على الأقل؟ لا لا، ما هي مش، هي مش قصة تجاه الصيارفي. أنا عم بسألك اليوم الأسئلة للناس عم تسأل. لا لا، حق الناس وأكيد، بس أنا عم حاول أقول لك إنه إنه يعني اليوم ضبوا 14 صراف. طيب اوكي، على الخطوة بتفش الخلق، بس انه هيدا حل؟ يعني مش هيدا هو الحل، الحل ابعد من هيك بكتير. يعني الحل مش هيك، الحل بدنا نتفق انه اول شيء هيدي خبرية، هيدا التسرب المالي، التسرب اللي عم بيصير بالدولارات بده يوقف بطريقة من الطرق. هلا في ارقام انكبت، هلا بتدقق فيها، بس اذا عن جد في حركة هالقد كل يوم نزف بالدولار، هيدا شيء مش طبيعي. وقت ما وقف الكابيتال كنترول كان لازم ينعمل اجراءات تعمل مفاعيل الكابيتال كنترول يوم معمول على الناس المعطلة، على أصحاب الودايع، أصحاب النفوذ، مش معمولة إذا الأرقام مضبوطة هيدي. وعلى كل حال نحن بتجربتنا من 17 الشهر ل 14 كانون تاني، بالأرقام الرسمية للدولة للجنة الرقابة على المصارف وهي التحقيق الخاصة، في مليارين و 676 مليون دولار طلعوا. معناتها ما كان في كابيتال كنترول إلا على الناس المعطرة. أول إجراء هيدا بيوقف. تاني إجراء بس ينقال أنه نحن عم نسلم المصاري بالعملة اللبنانية، بده ينعمل كل هالتعاميم، تنعمل ضمن رؤية واضحة وتقول قديش حاجة السوق، قديش عنا قدرة نلبي الحاجة الضرورية للسوق وكيف نضبطها. حدا بيقول لك حركة السوق 7 مليون، حدا بيقول لك 80 مليون، في حدا بده يطلع يقول حركة السوق قديش وقديش عنا قدرة فعلا نلبيها؟ ما سألوا رئيس الحكومة لحاجة مصرف لبنان قديش قد بحاجة السوق لحتى تضبط سعر؟ ما عندي فكرة، بتسألهم لقلهم؟ لا لا، ما عندي فكرة فعلا. بس أنا بفترض من أول يوم لازم، يعني شوفي، من أول يوم لازم يركب مجلس مركزي، هذه أول شغلة، عرفت كيف؟ يعني يعني قبل ما حدا يسأل حدا لازم يكون في نواب حاكم ومجلس مركزي موجود ولجنة رقابة ومفوض حكومي، هيدا أكيد لازم يكون موجود. وبس يكونوا موجودين بالتركيب اللي موجودين فيها هول العالم، لازم يكون في قرارات واضحة، ورئيس الحكومة لازم يكون بيعرف، ورئيس الجمهورية مطلع، ورئيس مجلس النواب بيطلع قديش الحاجة الفعلية. وهيدي قضية اليوم ما بتنترك لجهة واحدة، هي قضية وطنية لازم الرئاسات تكون معنية فيها، المصرف المركزي معني فيها، وزارة المال معنية فيها. يعني هي قضية ما بتنترك هيك بشكل عادي كأنه إجراء روتيني أو إجراء تقني. بس كان في حديث أنه رئيس الحكومة توجه إلى رياض سلامي وسألوا قديش بحاجة السوق من دولار لضبط سعر صرف الليرة، وجاوبوا رياض سلامي وطلب منه رئيس الحكومة بأنه يعمل اللازم. أنا كمان هيك عم بسألك. طيب كنت بدك نحكي شوي عن 5.7 مليار دولار، يلي تحدث منها. بدي أحكي عن الأرقام. كنت بدي أحاول أقول أنه هيدا الجانب اللي عم حط فيه ملاحظات، لأنه هيدي معركة لو إلها أفق كنا نحكي فيها بطريقة تانية اليوم، بلكي بكرة صار إلها أفق، بس عم بحكي هلأ بمنظار اليوم وبالحديث أنه في بيان الأربعة بده يطلع وفي اجتماعات صارت اليوم لمصالحة على الطريقة اللبنانية وتبويس اللحم، في مسعى سياسي يقوده اللواء عباس إبراهيم واليوم التقى الحاكم. لهذا السبب قلت تخيلي أنه كل هالقضية اللي عم نحكي فيها يعني إذا مش بتوصل على أفاق معينة يعني صعب الخبرية. القضية الثانية اللي كتير مهمة وكتير أساسية اللي قاله الرئيس حسن دياب بعد الجلسة، إذا فعلا في تسرب مالي هالقد، هيدا بيعني بكل بساطة أنه لازم نحن مش بس من 17 تشرين، لازم من أول سنة الماضية 2019 نعمل ضبط حقيقي شو طلع مصاري من البلد. وبرجع أنا بكرر للمرة المليون، بس نقول شو طلع مصاري المودعين ما قالوا علاقة. الناس اللي حطوا ودائع وسحبوها واللي عندهم شغل، ما عم نحكي عن هول، عم نحكي عن فئة محددة اللي هي السياسيين اللي هن قالهم حق الاطلاع على معلومات معينة. الموظفين النافذين، الناس اللي عندهم ذمة مالية حصرية مع الدولة اللبنانية واللي بيعرفوا المصارف أصحابها والمساهمين فيها. بس احكي عن تحويلات، عم بحكي عن هول بالتحديد. هيدي قضية كتير كبيرة، بتعرفي انه هيدي القضية بكل بساطة من اول ما طرحناها لليوم حطتها الحكومة ببيانها الوزاري. لو الاستنابة القضائية بس تغيرت من اول يوم وانقال بدل كلمة الاموال المشبوهة، لانه جاوبتهم المصارف لجنة الرقابة قالت لهم حولنا مليارين و600 وهالقد، وفي قبل مليار وشوي،
بس قالت لهم ما في أموال مشبوهة، ما في أعطيكم الأسماء. نحن ما كنا عم نقول عن أموال مشبوهة، كنا عم نقول مين هن أموال النافذين اللي حولوا، اللي مش بالضرورة ينشروا الأسماء للجمهور، بس هيئة التحقيق الخاصة عندها الأسماء، الهيئة المصرفية بيكون عندها الأسماء بتركيبة معينة، رؤسة فيهم يطلعوا عليها. ومثل ما بكرة مطروح شغلة كتير مهمة، هي هي البداية، إنه يرجعوا هذه الأموال اللي طلعت إذا هي لنافذين بيقدروا. مجرد إرجاع على هذه الأموال، مش عم بحكي مصادرة، مجرد الرجاع على هذه الأموال، نحن بصير في عنا وفر معين بالجهاز المصرفي على القليل بيسمح لنا نتعاطى مع الدولار بطريقة مختلفة. هذه القضية لو من شهرين نشغل عليها كنا هلأ نحن اليوم مش بهذا النقاش، كنا بلكي كنا عم نحكي عن أي سياسة نقدية بدنا إياها فعليا ومين اللي بينفذها. نعم، هو بدنا مشروع قانون بدون يشوفه، بدون يصوته، بدون يطلع. يعني في مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحويل إلى الخارج لتجارة بعد تاريخ 17/10/2019. طب ليش بعد 17/10؟ أنا عن جد بمني، أنا اليوم حكيت يعني مع أحد يعني المهتمين بالموضوع كتير، وقلت له ليش بعد 17؟ قال إنه قانونا ما عم تزبط معهم. قلت له يعني اللي طلع بشباط وبأذر وبنيسان، وهلا أنا عم بحكي عندك إنه نحن منعرف مين طلع بشباط وبأذر وبنيسان وبأير، ومنعرف قديش الأرقام، ومنعرف من أي بنوك وعلى أي بنوك ومين هن الجهات. يعني لأنه هذا ملف من أول مرة صارت لليوم، على حال شوفي الرعب يعني اللي موجود. في ناس يعني عم تطلع تعمل فيديوهات هي مرعوبة، هي عم تحكي. طبعا مش مرعوبة منا، نحن ما نرعب حدا، بس مرعوبين إذا القصة صارت هالقد جدية. هذا من بعد 17 لحكى كل الناس اللي بس عم بحكي بعد يعني قبل 17 مهم كتير القانون يطال قبل 17، لأنه عم نحكي عن كمية مال كتير كبيرة درجة فيها ترجع. هذا اللي عم قوله أنا، في إجراءات ما كان بدها قانون. يعني في إجراءات وقت ما كانت البنوك مسكرة، هيدي بعد 17، في إجراءات معينة بتسمح، كانت من ضمن القوانين اللي موجودة اليوم بتسمح لنا بهامش حركة كتير كبير. أنا قلت مرة الماضية، قلت هيئات التحقيق الخاصة بين الدول عندها صلاحية هائلة تسأل وتستفسر وتقدر تعرف وتبلغ. أنا قلت وزارة المالية عندها مسؤولية استثنائية العلاقة بموضوع الضريبة، لأنه اليوم تبادل المعلومات الضريبية صار متاح. إذا مش مع كل العالم، مع جزء كبير من العالم. أنا اليوم إذا أنا هربت مصاري وأنا دخلي بيسمح لي طلع 10,000 ومهرب 100,000، في 90,000 في وزير المالية في الضرائب تسألني عنهم، أنت ليه ما صرحت عنهم؟ من هيدا الباب فيهم يفوتوا، من 20 باب فيهم يفوتوا. بس السؤال الحجدي، لو هاي القضية أنا إن شاء الله بكرة تنطرح، وبكرة مأمل كتير، كما قلت لك هيدا موضوع بيستاهل واحد يشتغل عليه. نعم. ويحكي عنه. بس خليني أقول كمان، إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات اللي أجريت منها التحويلات المالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها. مين يعني فيهم ياخذوا إجراء مثلا بحق شي سياسي إذا تبين أنه عامل؟ لك شفتي هذا الموضوع على قدر أهميته، كل تفاصيل اللي عم تطلع فيه بتخوف من انعكاسها. يعني أنا بدي أقول عن ملاحظتين بس. في اليوم هيك موجي بالبلد، جيب شركة أجنبية تدقق. أول شيء يعني مش كل فرنجي برنجي، يعني هذه عن جد إنه ما هول شركات حتى اللي بدنا نجيبهم هلأ ولا بدنا نجيبهم ما بيشتغلوا بالبلد، بيشتغلوا مع مصارف، مع شركات تأمين، مع شركات تدقيق حسابات. وهول فيهم المنيح وفيهم منهم مش منيح، ما هو اشتغلوا بقبرص واشتغلوا باليونان واشتغلوا وين ما كانوا، عندهم فضايح. وهول قبل 2008 كانوا عاطين تقارير بتجنن. وهول بالنسبة في تضارب مصالح لأول ما له آخر. نحن بنحكي عن السيادة وبنتغنى أنه عم نعمل استباحة لكل مؤشراتنا الوطنية من دون أي. هيدي قصة كتير مهمة. اليوم في ناس بلبنان بدقوا حسابات، في قضاة، في موظفين كبار، في ناس عليهم القدر والقيمة بيقدروا يفوتوا ويدققوا ويعطوا. يعني في مؤسسات الرقابة إذا أعطيت حصانة عن جد، بس مش على الطريقة أنه كل زعيم يعني كل رئيس تابع لزعيم، بنقدر نعمل شغلات. هيدي شغلة كتير ضرورية، موضوع أنه مش بدعة كل شركة أجنبية بتجي صارت هي بتعرف الموضوع. في كان نقطة تانية غابتني بقرف هلا بشوش. ايه لا، كنت عمول عن المحاسبة انه واجراء اتخاذ اجراءات بحق صاحبها. كنت عم بحفظ النقطة التانية كنت لك اياها بس. نحن اخر النهار في شمس بتطلع بكرة، وهذا البلد بده يكفي شو ما كان ظروفنا صعبة. اذا هذا البلد يعني على اختلاف مسؤوليتهم السياسيين ارتكبوا فيه ارتكابات كبيرة، اذا قطاعه المصرفي ارتكب ارتكابات وهو شريك السياسيين وهن شركائه نفس الشيء، بس اخر النهار نحن هذا البلد بده يكفي. تيكفي البلد
نحن وعم نكسر الغلط اللي فيه ما بيسوى نكسره لإله. يعني ما بدنا نكسر أساساته. نعم. نحن اليوم في ميل عادي إنه كأنما يعني ممكن كل شيء نمحيه وبينبنى من جديد. صعب كتير ينبنى من جديد. يعني في فترة انتقالية بدها كتير ضوابط، بدها كتير انتباه. يعني اليوم مش نحن حتى بنحكي عن 2%. نعم. حتى 2% اللي بنحكي عنه بس كان مطروح بالورقة لازار الهيركات. كان الحديث مش كل واحد معه مصاري نيجي نتعاطى معه مثل اللي سرق. يعني طبعا. نحن طبعا. في ناس اول شيء في ناس بس اليوم بس نيجي نقول عم بحكي عن تفاصيل القصص. انه حاسبوا ولاحقوا. نعم. وتطلع وفتح كل الحسابات. شو فتح كل الحسابات؟ بدك تفتح حسابات النافذين السياسيين. نعم. عندك شكوك انه في ناس حاملين اموال لهول السياسيين، بتروح بقرار قضائي معين بتروح ابعد، بس مش بتفتح كل الحسابات. تفتح كل الحسابات ما انت عم بتقول انت كل الحسابات اللي لهم علاقه بالشان العام. تماما. انه المقاولين يعني مش بس السياسيين والسياسيين المقاولين سميتهم النافذين، سميتهم يعني البيبس. البيبس عم بحكي بيبس فيهم اصحاب المصارف المساهمين بالمصارف. بس عم اقول انه احنا بدنا ننتبه بالمقاربه. لانه عم برجع اقول انا بس كنا عم نحكي بالهيركات، كنا عم نقول لهم تركيبه الوديعه طلعوا فيها تركيبتها، إذا 10% منها أصل وديعة والباقي فوائد تحكوا بطريقة معينة، إذا 90% أصل وديعة و10% فوائد تتعاطوا بطريقة معينة. نعم. وإلا ساعتها بكرة الصبح بيطلع نهار تاني وما منعود نلاقي مودع يحط مصاري لنقدر نشتغل بالبلد. حتى لو كان هذا الأجراء بس على 2% من المودعين. ما 2% 1% 0.82% 80 مليار. يعني هن 80 مليار، هو 80 مليار هن الناس اللي عندهم إمكانية تشغيل وهن مسائبة من ضمنهم هن الناس اللي أكلوا البيضة والتأشيرة. بدك تميز كتير، يعني بده يكون الواحد عارف تماما يقول هول ثروات كيف إجت منين إجت. مثلا انا بقول لك في مال عراقي كثير محطوط بلبنان، هيدا تتعاطي معه لك لانه الناس ما بتعرف ولا انا بالحقيقه يعني بعرف ليش في ضمن هول 2% مش سياسيين ونافذين حكما. اكيد طبعا اكيد انا عم اقول 2% اكثر، 2% شي 110 مليارات دولار. اليوم في مودعين كبار من جنسيات عربيه، انا حسب معلوماتي بلكي غلطان العراقيين عندهم كميه اموال مودعه بلبنان كبيره. طب هول كيف تعاطي معهم؟ مثله مثل واحد فات بصفقة أو واحد ما بعرف شو عمل، كيف سرق مصاري وشو عمل فيهم وحطهم هون. يعني بتعاطي معهم بطريقة، بتعاطي معهم على معيار الوديعة، قديش سرق، قديش ربحت فوائد، قديش الفوائد كانت وقتها بالسوق العالمي. بتعملي لها احتسابها وبتتعاطي معه بطريقة معينة. طيب أنا عم يركض الوقت ركض، بدي نحكي شوي عن الورقة الاقتصادية لأنه كمان بكرة بالإضافة إلى هول الثلاث بنود يلي بس أحكي عن... كلمة لو سمحتي لي بس عن الأموال المحولة والمعربة. بس بدي أرجع أكرر شغلي. اليوم من بداية سنة 2019 لتاريخ اليوم حجم الأموال للسياسيين ونافذين اللي هربت كبيرة جدا. أي إصلاح منين بده يبلش وكيف ما بده يبلش؟ إذا ما بلش بهول وبلش يرجع هول، لأنه جزء كبير منهم بعدهم بجهاز المصرف اللبناني خارج لبنان، وجزء كبير لو تحول على محلات تانية بعد في إمكانية ترجعه. رجاعهم عم بيوفر علينا رهن نفسنا للصندوق أو غير الصندوق. رجاعهم عم يسمح لنا ببناء آلية معينة لبلد بلد بطريقة جديدة. وأي إغفال على هول عن هول أنا برأيي شو ما كان المشروع الإصلاح المطروح وشو ما كانت المعركة السامية اللي عم تنطرح، بنكون نحن بلشنا قبلانين بشروط مثل ما انتهت الحرب الأهلية وقبلنا أمراء الحرب يصيرون رجال الدولة. نعم. بس حبيت لك ملاحظة. أوكي. انسلاقا من الشيء اللي قلته بدي أرجع للخطة الاقتصادية يلي كنت عم تقول إنه الكل متفق على صندوق النقد باستثناء هي مش خطة اقتصادية، طلعت بين دائنين بالآخر بس لد... إيه 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 هي بلشت هيك. بلشت خطة اقتصادية خلط بين دائنين. نعم. إنه بس حزب الله هو اللي حتى الساعة لا يزال يعني مش موافق على صندوق النقد. هون أنا بتسمح لي أربطها شوي بالسياسة. اليوم ثم من يقول نحن ندفع ثمن سياسات الماضية وإذا بدك يعني أنه حزب الله كان تارك الاقتصاد لفريق سياسي آخر واليوم هو أيضا يدفع الثمن وما كانت السياسات النقدية عن يعني قائمة هيك إلا عن هدف واحد وهو ربط لبنان إذا بدك بالمصالح الأمريكية وهو مسار كان واضح. اليوم هل للبنان فعلا خيار برفض الذهاب إلى صندوق النقد مع ما يحكى عن مسار تفاوضي وسلسلة من التنازلات بدأ يقدمها لبنان
وكان في إلى عدة مؤشرات وربطا بالمنطقة وربطا طبعا بحزب الله ومشروعه. بدأت بمؤشر هيك اسمه عامر الفخوري، هلأ ما بدي أرجع فوت فيه، ولكن وستمر بصندوق النقد وستصل إلى الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، أن اليوم هذا المسار الاقتصادي أليس واضح المعالم اليوم، ولا بعد لبنان قادر أنه يواجه هذا المسار؟ لا، أنا رأيي أكيد بعد لبنان قادر يواجه المسار، قادر، بس بده لبنان بلحظة من اللحظات يعمل زيح ويبلش. بعد للأسف الشديد بعد ما بلشنا، بالعكس حتى بس بلشنا تنفكر بلشنا تحت هذا السقف وقبلانين. كرمال هيك أنا سميت بالبيان الوزاري وسميت بالورقة، قلت استمرار لسياسات الماضي. جوهر الموضوع بس ارتبطي بالمشروع الأمريكاني. أنا بلك سنة 89 قبل اتفاق الطائف وبعز انقسام البلد، كان نتيجنا المحلي مليارين و700 مليون دولار. كنا 70% ناكل ونشرب ونلبس ونستخدم من إنتاجنا المحلي، كنا نصدر بين 350 مليون ل 500 مليون دولار. نحن احسن سنه السنه الماضيه بين هلالين احسن سنه كان نتيجنا المحلي 54 مليار دولار، 87% من حاجاتنا بنستوردها من برا. هذا الارتباط بالامريكان، يعني الارتباط بالامريكان او بالغرب او بالخارج الانكشاف، بس تكوني انت ما بتنتجي شيء، ما بتعملي شيء، بس انت ما في ارتباط سياسي حكما. بس عم بحكي بالجانب أوكي. بالجانب الاقتصادي. أوكي. عم بحكي لانه قلت لي السياسه النقديه، متداخلين. السياسه النقديه بتجي انعكاس لهذا الموضوع. طيب انا بس بدي بلش فكر اقتصاد. نعم. ببلد جديد ما في، ما اطلع وشوف انه في حد سوريا. ما احنا اليوم بكل هالوراق حدا منتبه انه نحن يعني رئتنا سوريا؟ حدا منتبه انه هذا الداخل السوري؟ نحن من 2011 وقت ما اقفل علينا بالحرب اللي شنت على سوريا، نحن تغيرت كل الدنيا عنا او تفاقمت القصص عنا؟ يعني عم برجع قلك امبلا في خيارات بديلة عن صندوق النقد. بتبلش الخيارات البديلة بالانتاج المحلي. نعم. بتنقل على العلاقة مع سوريا، بتنقل انه من دون طلاق مع امريكا، من دون فك ارتباط كامل، بتنقل على العلاقة مع ايران، مع العراق، مع الصين، مع روسيا، مع ماليزيا، مع الهند، في عالم تاني. هذا العالم كله منه شايفينه. اذا بدك تحكي بالاجراءات المباشره لصندوق النقد، نحن حسب هذه الورقه كنا مضطرين بدنا عم بيقولوا بين 10 ل 15 مليار دولار، ونحن بتقديرنا انه الخساره طريقه احتسابها فيها اخطاء جسيمه. يعني نحن بلكي بين 6 و 10 مليارات دولار كانت كل التقديرات بدنا هالقد، بين 6 و 10 مليارات دولار مع انخفاض النفط هلا وفرنا لنا شي مليارين. نعم. اذا واحد بده يعمل اجراءات مش بس بده عم يتفرج. نحن اذا بس اخذنا النفط ورحنا على العراق او الجزائر او الكويت او الصين، عفوا او روسيا مش الصين، او ايران، وطلبنا منه النفط على سنتين، هول هن المبلغ. فهول المبلغ محتاجينه من صندوق النقد. بس هول كلهم بدك تاخدي قرار تطلعي من عقلية المحاسب لعقلية الاقتصادي أو الإدارة المالية، وتطلعي من عقلية ما في بالكون إلا أمريكا وأوروبا. نعم. وما في عالم تاني، بس تطلعي من هذا القمقم اللي احنا حابسين حالنا فيه. ايه؟ هيدا بتقدر تشوفي أنه الدنيا أوسع من هيك. وأكبر دليل بعد أزمة الكورونا. ايه؟ أنه العالم كله عم بيشوف اليوم كيف الصين وروسيا كانوا هن عم يتصرفوا مع العالم، وكيف أمريكا عم بتكون منكفئة، وكيف أوروبا عم بتكون. وبحبوا الأكثر من هيك أنه الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالتحديد اللي كانت عندها 100,000 رادع أن ما تدفع مصاري بلبنان، خاصة وزارة المالية تبعيتها، بس حسوا أنه إذا طلعوا من لبنان لصالح صندوق النقد والأمريكان حصرا ما بيعود عندهم موطئ قدم، صاروا مرينين ويقولوا فوتونا على قطاع، نظموا قطاع مثل الكهرباء. نعم. أو مثل موضوع النفط، ونحن جاهزين كمان نحط مصاري. نعم. فنحن عندنا خيارات، بس نحن خلينا نكسر بقى هالتابو ونفكر خارج هذا الإطار. طيب. بلا في إجراءات. أوكي. هل تكفي بس أنه نحن نطلع من العقلية الصغيرة إلى عقلية الاقتصادي للخروج من هذه الأزمة؟ أنا بس عم بسألك عن ارتباط المسار الاقتصادي، ولو نحن طلعنا إلى عقلية بالمسار السياسي والمسار الأمني. اليوم في حديث جد كتير عن ارتباط بهول الثلاث مسارات، وأنه حتى لو المسار الاقتصادي أخذنا هذه الإجراءات إلا أنه لا يمكن أنه ناخدها، لأنه في مسارات نحن محكومين فيها سياسية وأمنية. اليوم مثلا في تخوف من مسار سياسي واللي هو الاشتباك الواضح الأمريكاني مع حزب الله. نحن على أبواب قرار محكمة دولية باختيار رفيق الحريري، الرئيس رفيق الحريري الشهير
الشهيد، ونحن على سيناريو، على تماس مع سيناريو أمني يحكى عنه عن بالموضوع أنه مع ارتفاع الدولار في اليوم حديث عن ربما اغتيالات، ربما فوضى أمنية. كله مزبوط، كله مزبوط. أول شيء أنا تعاطيت مع المسار السياسي. ما ننسى اليوم في رئيس جمهورية اسمه العماد ميشيل عون، لوحدة من مزاياه أنه هو عم يطلع بالمشرقية. وحدة من مزاياه أنه هو راح على سوريا وراح على حلب، وحتى الآخرين بيتهموه أنه لو ما علاقته مع سوريا ما كانت سهل يعني وصوله لرئاسة الجمهورية. يعني عم بحكي أنا أنه اليوم بالخيار السياسي العام عندك رئيس جمهورية خياراته الكبرى استراتيجية واضحة، ما بتتناقض مع الشيء اللي عم نقوله. عم تحكي اليوم رغم كل الوضع، على القليلة عندك، على القليلة عندك نص البلد، وإذا ما نحكي بالانتخابات النيابية عندك أكترية نيابية اليوم حاسمة خياراتها نظريا بهذا التوجه. عندك اليوم تحولات كبرى عم بتصير بالمنطقة خاصة بسوريا، وعندك قوة كبرى اسمها حزب الله اللي هي لاعب أساسي على مستوى المنطقة. كمان عم بتعاطى بالموضوع السياسي أنه اليوم نحن مش بوضعية يعني الحكم الخمسة وثمانين أو بعدنا بالألفين وأربعة ألفين وخمسة وقت ما كان البلد مقسوم بطريقة وممنوع حدا يحكي مع حدا. فبالسياسي هيك. أما بالموضوع الأمني، ما نحن ليش الموضوع المالي اليوم صار هالقد له أهمية وصار حرب؟ لأنه جربوا كتير الأمريكان والإسرائيلية بالحرب العسكرية وبالحرب الأمنية وفشلوا، لجأوا للحل المالي. اليوم في مخاطر أمنية، أكيد في مخاطر أمنية يعني، وهذه رعب، ولكن كمان في توازن رعب قائم. نحن منا جزيرة. أنا كرمال هيك بس قلت تطلعوا على سوريا، طبعا نطلع على سوريا لأنه الآخرين عم يتطلعوا، نحن بس حاطين رأسنا بالرمل وما عم نطلع حوالينا. ما إذا الآخرين عم يتعاطوا معنا كساحة مفتوحة، ليش نحن مصرين نتعاطى كأنه نحن وحدنا بدنيا تانية؟ بهالمعنى بصيروا المسارات الثلاثة الاقتصادية والسياسية والأمنية هو كلهم مربوطين ببعضهم، فعليا مربوطين، لأنه الحياة رابطتهم، مش جميلة حدا رابطهم. نحن الوحيدين عم نقسمهم وعم نشيلهم عن بعضهم. فالبدو يعمل خطة إنقاذية عن جد. أنا بقول لك أكثر من هيك، ما نحن وقعنا ووقعنا، مش هيك؟ نحن اليوم في ورشة إعمار حدنا رح تبلش، قلنا إيه وقلنا لا، واحدة من أكبر ورش الإعمار، في ورشة أبعد منها اللي هي العراق قدها إذا مش أكثر. طب نحن معناتها عم نبني اقتصادنا، فرق ما نبني اقتصادنا على أساس تشارك تكامل مع هالمدى، لأنه نحن وسوريا والعراق أنجأ نطلع قد بلد حقيقي من البلدان اليوم اللي عندها ناتج محلي ضخم. فعنا كتير وراء موجودة، بس نحن بعدنا مصرين أنه كأنما في قضايا كتير تغيرت إلا القضايا الجوهرية اللي هي رابطتنا حصرا بالغرب وبأمريكا ما تغيرت. طيب هلأ لأنه بعد عنا خمس دقائق يمكن أكتر شوي، بدي أجرب لخص شوي. كنا عم نحكي عن هذا الاشتباك السياسي، أنه إذا ما عنا بديل، إذا ما في خيارات، إذا ما في اتفاق، ما فينا نفوت بمعارك خاسرة. دائما في بديل ودائما في خيارات، بس إذا ظروف المعركة ما نضجت أو ما تحضرت أو مش وقتها، بس دائما في بديل ودائما في خيارات. إذا ما في هذا خيار، أوكي، ظروف ناضجة. إيه عم يحكون عم بيقولوا لي عجلة شوي. طيب اللي كنت عم بقوله، هل نحن دخلنا بالمرحلة الانتقالية بالبلد دكتور حسن؟ يعني هل نحن فتنا بالمرحلة الانتقالية، وهل هذه الفترة الانتقالية هي ستختتم مسيرة رياض سلامة على رأس حاكمية مصر في لبنان؟ هل هو اليوم هو الذي، والله القصة بعد مرات سلامة بكتير عن جد. أنا بسألك عنه، أنا بسألك عنه على اعتبار أنه صرنا جمعة اليوم، المشكل بالبلد هو رياض سلامة. بصراحة بقول لك البلد كله على كف عفريت. طيب. والبلد كله قدام مفصل حقيقي. إيه؟ أنا رياض سلامة هو موظف، هو إنسان، هو لاعب، عنصر من ضمن كل هالعناصر. عم نحكي عن مصير البلد كله وين راح. أنا كنت رح جاوبك وقول لك قبل ما تسأليني عن رياض سلامة. إيه؟ رح أقول لك إنه الحقيقة الحياة أنهت مرحلة، ظروف الموضوعية أنهت مرحلة، بتنهيها مع كل رموزها بتطول شوي، بتتأخر شوي. المشكلة الأساسية كل اللاعبين الأساسيين عم يتصرفوا كأنما هني عم بيغيروا مع التغيير، بينما هني بعدهم مشدودين للماضي، وإن كان أشكالهم هجومية لقدام، بس عقلهم ومقاربتهم بعدها مع الماضي. لهيدا السبب بصير رياض سلامة بلكي هو أكثر معبر حقيقي عن هذه المرحلة. أوكي، ليش اليوم قال وليد جنبلاط وصل الموس للرقبة؟
وانا بعرف كان اليوم الفيديو تبعه كتير غريب هو عجيب، هو عم يحكي عن لانه هو شوف لا شك انه اليوم وليد جملاط ما فينا بالحديث نختم الحلقه بهذا امبارح بالحديث تبعه نقل بالسياسه بالمواجهه نقله من زمان مش نقله بوجه حزب الله وهذا تطور منه بسيط وعلى قناه السعوديه منه بسيط. انا لفتني بالسياق اللي عم يتحدث هو فيه، كان عم يحكي عن الفساد والفاسدين قال وصل الموس للرقبه، انا حسيت حتى بالشكل هو اذكى من هيك، يعني ما بعرف ليش هالارباك وهاللبكه كانت هالقد يعني كانت كتير لافته كتير كانت لافته. بس ما كان لافته ايضا الهجوم على حزب الله من قناه سعوديه على ابواب قرار محكمه دوليه؟ لا مش بس محكمه دوليه وغيرها، شوف المحكمه الدوليه اليوم بس عن جد بالنسبه لي صارت عنصر مقدمنه نستخدموها للمحكمه الدوليه. لا هذا قرار نهائي يقال فانه سيكون هناك اتهام خطير لحزب الله. انا موافق بس 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 انت يعني صارنا شي 10 سنين بنسمع من دير شبيغل لكل الناس انه حزب الله اغتال الرئيس الشهيد رفيق من دون اي شيء على التليفونات وغير التليفونات، قد ما انهم استخدموها صارت يعني مبتذله. هلا اذا في ناس مراهنين انه بلكي هلا بيعملوا موجه جديده، اوكي رهاناته صارت 20 مره، ساعات تخلي وبيرجعوا، رهاناته وبيرجعوا مش ما بقى عنا وقت، بس بدي اختم بشغله معلش اسمحوا لي. اليوم بس اللبنانيين سمعناك عم تحكي عن سعر صرف الدولار، عن الليره، عن الخطه، انه لحديت هلا انتهت بورقه، ما حكينا كثير بالتفصيل عنها، وحكيت انه في اجراءات لازم تنعمل وفيها تنعمل، في سقف، في خط احمر لارتفاع سعر صرف الليره جاي؟ انا يعني كمواطن مش كصحفي يعني مثلا كمواطن شغلي. اكبر هم انا عم بسمع ب 10,005 شقه، اكبر هم انا بيحكمني من ساعه لفتح عيوني ما في جواب لا 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 اكبر هم بيحكمني من ساعه لفتح عيوني لاخر شيء هو موضوع الليره وانعكاسه على رواتب العالم، هيدا هم حقيقي بالنسبه لإلي، غير الموظفين غير الناس اللي بيشتغلوا معي، عم بحكي عن البشر عن الناس طبعا. واكبر جريمه بطال كل مسؤول اللي بيعرف انه في عشرات الإجراءات وعشرات الوقت اللي لازم يصرفوا ليفكر بهذا الموضوع وآخر همهم هذا الموضوع. لهذا سبب عم حاول قلك إنه في قضايا مباشرة وأولويات بعضهم ما حطوها أولويات عندهم. ليه؟ بس أنت يعني بقصد إنه حضرتك مطلع يعني وأنت عندك يعني علاقات وتجتمع معهم من باب إنه حضرتك خبير اقتصادي يعني ويستشيرونك بكثير من الأمور، ليه ما في بعد هذا القرار؟ ما في، لانه كل حدا معتبر هذا الموضوع بيقدر بلكي يجيره لحسابه بتغيير ميزان قوى معين او بتعديل، او بيعتبر اذا اليوم طرحوا بعض الظروف مش ناضجه، او بيعتبر بلكي هذه اداه من الادوات اللي بتاخذنا على صندوق النقد جر بالاخر. بس ما شايفين الشارع كيف عم يغلي والناس كيف رح؟ للاسف الشديد 90% من المسؤولين بيعتبروا انه الشارع اخر شيء بيلاقوا له دواء وبيعرفوا يتعاطوا معه. الشارع مسيس بيعتبروا انه الاحزاب اليوم هي اللي بيقدروا يروضوه بيقدروا يهضموه بيقدروا. انا برايي الشارع قد يطيح في يعني بالكل، يعني لانه الشارع عم يغلي، العالم عم بتجوع، الناس ما منتبه انه حتى بالسوبر ماركت معظم السلع اليوم عم تتناقص، يعني سعر الدولار مش سعر طبيعي، يعني بده نظره مختلفه، حتى التجار مش عم بيسلموا بضاعه، يعني ناطرين سعر صرف الدولار قديش. انا ما بقدر اعرف شو الاولويه عن جد عند المسؤولين اكثر من هاي الاولويه، ما بعرف. شكرا لك دكتور حسن مقلد، كان بعد في قصص بدنا نحكيها بس لقاءاتنا دائما انا وياك بتتجدد يعني مش شكرا لك، بس كان لابد من انه هذا اللقاء من بعد يعني العاصفه اللي شفناها بالايام الماضيه. شكرا مشاهدينا للمتابعه، الى اللقاء.